يا مو انا بدي اخطب وردة. والله بموت وما بخطب لك ياها، عم تفهم؟ ليش لك اختي ليش؟ البنت مثل السكرة، بتدوب بالقلب، شغيلة ومربايه وحلوة. لك هاي غريبة وما بنعرف عنها شيء. ايه انا عرفت قصتهم كلياتها، تعالي لاحكي لك. احكي لي شو القصة؟ هذا يا ستي المسكينة فريدة ترملت من جوزها وما عندها إلا هالبنت، ولما طالبت بورثة جوزها ما عطوها ولا متليك. يو وحتى البيت يلي ساكنة فيه هي وبنتها أخدوه منا لأنه قال هن دافعين من حقه. وليش حتى تسكتلهم؟ لا حبيبتي ما سكتتلهم بنوب، وراحت واشتكت عليهم، بس الله لا يوفقهم، دبروا ورقة بينات بعضهم وقالوا إنه المرحوم متنازلهم عن كل أملاكه. الله لا يوفقهم. يا عمى ولك هدول ما بيخافوا الله؟ بقى يا أختي تقبريني تقبريني، لا تلومي الناس، لأنه ما حدا بيرضى يعيش بين ناس ما بيعرفها إلا إذا كان مجبور. صدقيني هدول الجماعة كتير درويش، إلهم تم ياكل ما إلهم تم يحكي. أختي إذا أبوه رضي يخطب له إياها أنا بروح بخطبها. روح روح يا خالتي، إن شاء الله بتكون وردة من نصيبك. آمين. شو؟ إن شاء الله أمي إن شاء الله، عم نقول إن شاء الله بس. انبسطت كتير كتير بجايتك حبيبتي. مو قدي، أنا من زمان كنت ناوية أجي وزوركم، بس يعني أبي وعمامي إذا بيدروا أجيت لعندك. أي والله ليقيموا قيامتي. أي والله الله يسامحهم على الشي اللي عم يعملوه فينا. آمين. يلا يا عمو يلا. اليوم بدي ابعت ابي مشان يجي ويخطب لي اياكي. رح يكون احلى يوم بحياتي. انا اللي مو مصدق ما بدك تصغري عندي. طيب تقبرني، هلا بنحكي بعدين شنو بنت عمي عندي ومو حلوه اتركها لحالها. يلا بخاطرك. مع السلامه. الله يسلمك. لا تأخذيني تأخرت عليكي. مو مشكلة، بس يعني بدي اياك تلحقي تقصي لي شعري مشان لحق ارجع على البيت قبل ما يجي ابي. ايه على عيني، رح قوم جهز العدة. ايه يخرب بيتك. عم تعشقي وتتمعشقي؟ ايه انا بورجيكي. هذا اللي كان ناقص، تترك بنات الحارة كلها وتروح تخطب بنت مو معروف قرعت ابوها منين. يا ابي بس انا حكيت لك قصتهم كلياتها، وفينك تسال. ما بدنا نسال وما بدنا اياها للبنت. بس انا ما بدي اتجوز غيرها. عم تكسر كلامي؟ لا يا ابي لا، ما عاش اللي يكسر لك كلامك، بس انا هي البنت بحبها. انت ما بتستحي. ليش يا ابي؟ الحب مو عيب. انا ما راح اخطب لك اياها. اذا بدك تخطبها روح اخطبها لحالك. وانا رايح اخطبها. يشهد الله علي، أنا كان بدي أعمل عرس مطنطن يحكوا فيه كل أهل الشام، بس والله أهلك معهم حق. لا أهلي ما معهم حق، أهلي ظلموني وظلموها، وأنا كمان بكون عم بظلم بنتي إذا أنت كمان ما وافقوا أهلك على الجوازة. طب يا أمي فرضي إنه ما وافقوا، يعني شوف حدا من عيلتك من قرايبينا. هو هيك. السلام عليكم. عليكم السلام. معلوم وموافقة. شلون شلون؟ وإذا بدك اليوم بروح بخطب له إياها. ازدهار. ورح جهز له إياها وسكنن عندي بالبيت كمان. لك أنت شو ناوية؟ ناوية تخربي لي بيتي؟ وليش لا أخرب لك بيتي؟ والله إذا جوزي بيدرى إنه أنا كسرت كلمته والله بيطلقني. حبيبتي جوزك بيطلقك إذا أنت كسرتي له كلمته، أما أنا ما دخلوا فيني. أختي عادي 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 لفهمك عادي. لك أنا من زمان كان نفسي أعيش الحب، بس الله ما أكرمني، وهلأ
ابن اختي الوحيد ويلي بحبه اكثر من حالي. حابه وحابه اعمل كل شيء لحتى اجمعه بالبنت يلي حاببها. لك انتو شو قصتكم؟ لك انتو رح تجننوني. اعملي حالك ما معك خبر وهيك ما بتجني اختي. ايه هو هيك هيك رح اعمل. الله ييسر لك يا تيسير. افتح الباب يا مرت اخي، افتح الباب يا حايبه يا شريفه يا عفيفه. على جستي ما بفتح لكم الباب ولا بفتح لكم ولا تاذونا، فهمتوا؟ يلا احملوا حالكم وروحوا. لك ما رح روح من هون قبل ما اخذ داري من بنتك هالحايبه. لك بنتي مو عامله شيء. لو مو عامله لك افتحي افتحي. لك عادي عم تتماشى عم تتماشى. لك افتح الباب عشان ما لك تسمعها. ولا تروحي مش خدك مش قطع. يلا لك افتح الباب. شو بدنا نساوي؟ الله يقدم اللي فيه الخير. امين يا رب امين. يا ابو تيسير تيسير. هي ابي شوف مين على الباب. يلا يلا. علي خالتي اختي. الحاني يا صهري الحاني. خير شو في؟ عمامه لورده دريو بتيسير وجايين ليتلوح. يا لطيف بعدي هيك. الله يستر الله يستر الله يستر يا اختي. لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. خليني كريم. طولي بالك اختي طولي بالك. لك بعد عني. لك بعد عني. بعد عني بعد عني يا عايبي. بنتي يا بنتي. مين انتو؟ انا عمها وابني خطيبة. بنتي! ارجوني يا بنتي! ويا لعبتي يا بنتي! بنتي! بخير الله! يا بنتي! الله لا يوفقك! الله لا يوفقك! بنتي! بنتي! جماعة أغراب عن الحارة. طيب مو زابطة روح زورهم وأتعرف عليهم. بلا أمي زابطة زابطة يعني روحي تعرفي. وليش حتى أتعرف عليهم؟ لأنه يعني لأنه بنت الست فريدة ماشطة وهي شاطرة كتير بشغلها، وأنت صار لك زمان ما زبطتي حالك، يعني قلت لحالي لازم تهتمي شوي. الله يرضى عليك يا ابني. إيه والله من وقت ما في من الصبح لوقت ما بنام وأنا عم بشتغل، يعني ماني فاضي لأعمل شعري. الله يعطيك العافية أمي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. من بكرة باخذ خالتك ومنروح لعندهم. وأنا متأكد إنه رح تحبيها. المهم حب شغلة. رح تحبي شغلة ورح تحبيها. يا عميد أهلا وسهلا. بالهلي تقبريني، إن شاء الله بيقبشني هالهدايا. نورتونا نورتونا. يا موردة تقبريني روحي ساوي لنا شراب الورد. ايه على عيني. ما في داعي ما في داعي، جايين نعمل شعري انا واختي ورايحين. ايه من عيوني. بس والله ما بصير هيك تروح بدون ضيافة، وخصوصي انه تيسير الله يحفظه ما بيأثر معنا. شلون يعني؟ من لما سكننا هون الله يرضى عليه ويخلي لك يا رب، دائما بيقضي لنا اغراضنا وبيجيب لنا اياهم على باب البيت. والله؟ ايه والله، الله يحميه، ان شاء الله بتفرحي فيه يا رب وبولاده. تسلمي لي يا رب امين. بمين بتحبوا نبلش؟ فيني انا. لكن تفضلي خالتي ارتاحي لبين ما اجيب العده. تفضلي. شرفي شرفي شرفي. تفضلي.